مساء الخير على حضراتكم. انا لسه حالا واصل البيت، لسه مخلص حلقه في قناه نايل سبورت ولسه واصل حالا، ولكن وانا في الطريق شفت تصريح غريب. يمكن النهارده الاهلي يلعب مع بالمراس، ولعب من كام يوم مع فريق مونتيري، وفي حاله كويسه جدا مع منتخبنا الوطني ومع الاحداث الكبيره من دعم صفحات النادي الاهلي للاعيبه الزمالك والعكس صحيح وهكذا. والنهارده وانا في الحلقه في القناة المحترمة مازبيرو تابع لتلفزيون الدولة المحترم، طلعنا أشدنا بالروح الموجودة في النادي الأهلي وأشدنا بالحماس اللي موجود. وإذ بي أفاجأ وأنا مروح إن مذيع، بقى مش محلل، أنا أعتبر محلل يعني، إن مذيع طالع يقول إن الأهلي بيمثل نفسه. الأهلي بيمثل، لا لو على الملأ يعني، هو بيقولها بمنتهى الثقة كده. لك أن تتخيل أن مذيع شغال في قناة محترمة جدا اسمها القناة الأولى، أنا بقول لك أنا كمحلل ما أقدرش أقولها، وما أقدرش أقولها على التلفزيون حتى لو كانت ميولي بيضاء. لازم أحترم قدسية المكان وأحترم المتلقي اللي بيتفرج عليا، ولازم أن أنا في الآخر بعمل زي يعني تهدئة جميلة، أن بيبقى في مشاعر حلوة بين الأهلاوي والزملكاوي في وقت الجد، وأن بيبقى في لقاءات خارجية الاهلي فيها بيمثل مصر او بيلعب في ماتشات بره، احس الشباب الصغير والناس ان هم عادي يعني، ما تبقاش فيه احتقانات وخلي الموضوع لطيف. اصل انت مش طرف، انت مش طرف في الموضوع يعني، فبلاش ضايق نفسك وعادي، افرح لاخوك الاهلاوي والاهلاوي يفرح لاخوك الزملكاوي والدنيا تبقى لطيفه. ولكن الاقي ان المذيع ده شغال في القناه الاولى المصريه، طلع من شوية الفيديو انا شفته، انا حتى لما البوست اتكتب والله العظيم ما صدقت، انا ما صدقتش يعني، انا قلت انا لازم اشوف الفيديو ده بنفسي، لازم اتفرج على الفيديو ده. واتفاجأت بشكل غير طبيعي انه بمنتهى الثقة يجي يقول لك مين اللي قال ان الاهلي بيمثل مصر. نعم نعم، ده بيقولها بثقة. مين اللي قال ان الاهلي بيمثل مصر؟ الاهلي بيمثل نفسه، ثم بعد كده عارف انت يعني جنبها بيمثل مصر على جنبها يعني، مش العكس يعني، مش اللي هو مفروض الاول اسمه الاهلي المصري يعني بيمثل مصر في المحافل الدولية ثم بعد كده يتقال ان بطولة تضاف للاهلي. ولكن انت رقمتها غلط، حضرتك رقمتها غلط. واحنا عايشين فترة جميلة، في فترة كويسة جدا بنحاول فيها يعني نحط ايدينا في ايدين بعض والدنيا تبقى حلوة، على اعتبار ان الزمالك مش طرف، وبنحاول نوجه الشباب الصغير اللي هو بيبقى دايما يعني ما بيفرحش على اي حاجه تخص النادي الاهلي، لا خليك كويس وبتاع، ومنتخب مصر لمنا كلنا تحت سقف واحد، وصفحات الاهلي بقى بتدعم لعيبه الزمالك، وصفحات الزمالك بتدعم لعيبه الاهلي، والحاله جديده. الحاله جديده، انت مستكترها ليه الحاله دي؟ يعني حضرتك مستكترها ليه؟ سيادتك مستكترها ليه؟ وبعدين خلي الكلام ده يطلع من مشجع، خلي الكلام ده يطلع من مشجع، المشجع اللي يقوله يعني، يجي يقول لك الاهلي انا ماليش دعوه بيك انا مش هشجعك، ده مشجع يعني تتقبل منه الكلام ده وممكن تاخده بضحك وهزار وتيجي تقول له يا عم انا مش مستني تشجيعك. لكن يطلع من مذيع، يطلع من مذيع، ومذيع كمان على قناه كبيره زي القناه الاولى. ابو مروان الف شكر على دعمك، الف شكر ابو مروان على 100 نجمه والدعم، شكرا على الكلام يا جماعه. انا بقول ان لما انت تكون في منبر مسؤول عنه لازم تحترم قدسية المكان اللي انت فيه. انا الناس اللي شافت الحلقة لسه مخلص الحلقة دلوقتي حالا، ولما انا اتسألت على الاهلي ومونتيري قلت لعيبة رجالة، وقلت الاهلي بمن حضر، ده طبيعي لعيبة رجالة والاهلي بمن حضر. هل الكلام ده يعبني في حاجة؟ مش هيقلل مني يعني، الكلام ده مش هيقلل مني خالص، بالعكس الكلام ده يضيف لنا ليه، ان انا اكون بني ادم بحاول اقدر رسالة اعلامية محترمة، وان انا في الاخر عارف ان في اسر بتتفرج على القناة. لكن لما انا اجي انكش صاحبي الاهلاوي في خساره على صفحتي واتكلم بروح المشجع، دي حاجه تخصني. ليه؟ لان انا صفحتي املكها انا، ملكي انا، لكن القناه مش ملك حد، القناه ملك المتفرج، ولازم رايك يكون راي يماشي مع الاسر ومع الحاجات الرساله الاعلاميه اللي عايزين نقدمها، وهو ان احنا كلنا نبقى واحد يعني. التلفزيون غير البث المباشر، غير صفحتك يعني، كلام حضرتك ده وده رساله للمذيع تقوله بوست مثلا لو عايز تقوله رغم انه غلط يعني، حتى لو حاجه جواك مش لازم تقولها، لكن ممكن تقولها بوست وبرضه هتتهاجم، ولكن هتقول ايه؟ صفحتي الشخصيه انا حر اقول انا عايزه،
ولكن لما انت تكون على منبر محترم وعلى قناة الاولى والشباب بدأ يتلم الاول مرة نحط ايدينا في ايدين بعض ونهدى والاول مرة نبقى كويسين مع بعض وطالعين من كاس الامم الافريقية عمالين نهزر اهلاوي وزملكاوي وحبايب، اليك انت في التوقيت ده حضرتك طالع تقول الاهلي بيمثل نفسه وتحط جمهور الزمالك في جملة كمان الجمهور الزمالك ما يشجعش؟ طب ليه؟ ايه الرسالة؟ يعني ايه الغرض من الرسالة اللي حضرتك بتقولها؟ هل مثلا مضطر انك تقولها؟ مش مضطر، حتى لو عندك قناعة شخصية ان الاهلي مش بحاجة لجمهور الزمالك، طب دي حاجة داخلية مش لازم تقولها. ما هو لازم انا لما اعلامي او محلل بقول كلام لازم يكون فيه قصد من الجملة. ما المقصد؟ وده سؤال واضح، ايه المقصد من الجملة اللي اتقالت من المذيع؟ ايه الغرض منها؟ يعني ايه الغرض منها؟ هل الغرض منها اقول له جمهور الزمالك مالكوش دعوه بالاهلي؟ ايه الاستفاده اللي هتعود برضه؟ ما لازم رازم غرض يا جماعه، لازم ما هو اسمها رساله اعلاميه، لازم بعد كل جمله يكون فيها مقصد. ايه المقصد اللي حضرتك قصده من ورا جمله الاهلي مش بيمثل مصر بيمثل نفسه؟ ايه المقصد؟ ايه الغرض؟ ما ولا في مقصد ولا غرض، انا هفترض ده، يبقى ايه السبب انها تتقال؟ تاني حاجه ان انا اجي اقول هو مش مستني دعم جمهور الزمالك، ايه المقصد برضه؟ يعني ايه الغرض برضه؟ مفيش اي سبب خالص غير ان انا بدل ما اكمل بنى واكمل دعم وخلي الاهلاوي والزملكاوي حبايب ويهزروا مع بعض ويضحكوا، واجي اقول يعني بعض صفحات الزمالك بركت لاخواتهم الاهلاويه بعد فوز الاهلي على مونتيري، لا ده انا اقول ما المفروض اصلا ما يباركوش ومش لنا دعوه بالاهلي والاهلاوي ملوش دعوه بالزملكاوي، خصموا بعض يا جماعه، خصموا بعض يا جماعه، محدش يكلم التاني. ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ ومحدش يضرب لي امثله. انا على فكره السنه اللي فاتت برضو الاهلي مع الدحيل لو الناس فاكره بنفس الشعار ده كان ورايا، الاهلي مع الدحيل برضو طلعت قلت الاهلي عمل لقاء حلو مع الدحيل. هي ما بدأت بتتجزقش يا جماعه، احنا كلنا مصريين، القصه مش صعبه والله. وما تضربش امثله تيجي تقول ايه اصلا الدوريات بره يعني بيتضايقوا من بعض، يا عم اتضايقوا من بعض في المنافسات اللي بيننا، هقعد احفل عليك وتحفل عليا واحنا اصلا يعني تخصص تحفيل بنعرف نهزر. لكن مفيش حد في الدنيا يتوقع ان رساله اعلاميه تخرج من اعلامي في ماتش مهم النهارده، يعني بالمراس الاهلي بيلعب مع بالمراس وقبلها مع مونتيري وفي الفه ولمه حلوه انا او طالع، مفيش اي دافع يا حضرتك، مفيش اي دافع، مفيش اي دافع تماما. وهل الكلام دوت انت مثلا هيبسط جمهور الاهلي؟ اتفرج على جمهور الاهلي حالا دلوقتي ومن خلال التعليقات هتعرف ان احنا يعني العلاقه ما بين المشجع الزملكاوي احنا اخوات، البيت الواحد فيه اهلاوي وزملكاوي. يعني انت عايز لما ماتش الاهلي يشتغل الزملكاوي ينزل الشارع يعني خلاص او يقفل على نفسه على اوضته ما يفتحش يقول لك انا مخاصمكم خلاص هتشغلوا ماتش الاهلي انا مش طالع مش هتفرج. وفي نفس الوقت اجي اقول للاهلاوي لما اخويا يجي يقول لي تعالى اتفرج معايا على الماتش وادعي لي، اجي اقول له ادعي لك ايه انتوا بتمثلوا نفسيكم؟ طب ليه 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 الدنيا مش مستاهله؟ ليه؟ لرساله غير مفهومه وليس لها اي داعي انها تتقال من منبر محترم وفي نفس الوقت تتقال من مذيع. انت عارف لو محلل يعني زي حالاتي خانوا التوفيق المرادفات وقعت منه مع مش متمكنين زي المذيعين، المذيع دوت يعني عارف يعني ايه كل حرف طالع فين وخلي بالي من مرادفات دي جمله رايحه فين وبتتقال امتى وتتقال ازاي، ده المذيع. ولكن المحلل مش دارس او لغه عربيه فممكن يقدر يعني ممكن يكون قصده يقول معلومه يقول حاجه تانية، فدور المذيع يلم وراه يقول له لا ده انت سيادتك قصدك كذا وكذا وكذا وبنوضح للساده المشاهدين، ده المذيع. فما بالك بقى ان سيادتك انت المذيع وسيادتك على القناه الاولى وسيادتك ان احنا لسه خارجين من منتخب مصر وسيادتك ان جمهور الزمالك نفسه كان بيدعم او بيشكر الاهلي ولاعيبته على الماتش اللي لعبوه قدام مونتيري والحاله حلوه ودمها خفيف والدنيا جميله، طب انا ليه ما بنيش على الكلام ده؟ ليه ما علاش عليه؟ ليه تقلل من جمهور الزمالك اللي هو كان جمهور الزمالك يعني ايه؟ انتوا حاطين بوسكو ليه في التشجيع؟ ليه ليه؟ ايه الاستفاده يعني؟ ايه الاستفاده؟ لا الاهلي هيقف حتى بتشجيع الزمالك ولا جمهور الزمالك هيقف بتشجيع الاهلي ومفيش تشجيع، هو في حاجه اسمها الفه. يعني في ترابط كده، ترابط لصالح ايه؟ اخويا هيفرح. دي القصه، اخويا اهلاوي ومكسب الاهلي هيفرح اخويا فانا اقول له برافو. احسن ما اقول لي فرقه من بره. فهي قصه كده. ان انا اخويا بيفرح، هي ده الموضوع، ملوش علاقه لا باهلي ولا علاقه بالزمالك، اخويا اللي معايا في الشقه اهلاوي فانا فرحان له وبتفرج معاه عشان اخويا مش عشان الاهلي دلوقتي، عشان صاحبي وجاري. ما هو احنا اهلاويه وزملكاويه قاعدين مع بعض في البيوت. اهلاويه وزملكاويه قاعدين مع بعض في البيوت. تصريح غير موفق
وهنبقى اخوات للابد وعلى راس بعض نلعب تومو جيري، نلعب تومو جيري. بس الاهلي يتالق هنطلع نقول شابوه، رغم اللي يحاول يقول لك ويقلل. وحتى جمهور الاهلي يا جماعه انتوا بتحكوا لنا على مين؟ هو مكانات فضائيه؟ ما هم احنا عارفين عايشين مع بعض في بيوت واحده، والله في بيت واحد، الاهلاوي والزمالكاوي بيت واحد، فانا عارف دماغه. واحنا كمان بنلعب في ماتشات خارجيه من ورا قلبه كده يقعد يقول لك هتخسروا، لكن والله العظيم بيشجعونا، اقسم بالله بيشجعونا، واحنا كمان بنشجعهم مرتاحين، يعني حاجه كده على المفتش زي ما بيقولوا. في الماتشات الخارجيه بنبقى عايزين دايما ان المصري هو اللي ينور، سواء بقى زمالك، اهلي، اسماعيلي، انبي. يا جماعه مش كده، والله العظيم اقسم بالله، رغم ان انا راجع تعبان جدا وراجع من بعد مجهود كبير عملته، ولكن تصريح غريب بالتزامن مع ايه؟ ان انا شايف ان الصفحات كلها، حتى صفحات اللي كانت مشهوره دايما بايه؟ بالنكش والهزار وبتاع، زي ايطاليان وزي ماشيكانو، دايما بيحفلوا قوي، يعني قوي بقى. تلاقيهم الفتره ديت عمال يدعموا في محمد عبد المنعم، وهنا دعموه في ابو جبل. الدنيا حلوه يا جماعه، الدنيا حلوه، والاطار ماشي حلو قوي، الاطار ماشي دمه خفيف قوي، الاطار لطيف قوي، جميل، الاطار بقى حلو. والاول مره يعني عارف، نوايا لنبذ التعصب، نوايا بدات من كاس الامم، وبعد كده الاهلاوي والزمالكاوي بيحاولوا ياخدوا بيد بعض، بنحاول نكمل، بنحاول نزق حتى العالم المتعصبه، نقول لهم اهدوا شويه، بدانا ساعدونا، ساعدونا اللي على المنصات الاعلاميه، ساعدونا، ده انت اللي تعلمني انا، انت اللي تعلمني انا، انت اللي تقول لي لو انا اخطات تيجي تقول لي خلي بالك، انت اللي على المنبر، انت المسؤول، انا مجرد محلل او ضيف او حتى واحد عنده صفحه، اتعلم منك انت، اتعلم منك انت يا مذيع. انا جالي دلوقتي معلومه انه تم ايقاف المذيع، قرار محترم جدا، واتمنى يعني يطلع توضيح او اعتذار للسبب. السبب انا عايز اعرف سبب للجمله، اعرف سبب للجمله، ليه السبب، ونبني يا جماعه الكلام ده. وبغض النظر، هو ما دام اتوقف قرار محترم جدا، وانا عارف ان طبيعه القيم ستنتصر في اي حاجه، احنا اخوات، ورايك لنفسك، ولابد ان تحترم المنبر اللي طالع عليه وتحترم قدسيه المكان. هنفضل اخوات وهنفضل حبايب، وكل الكلام ده ديكوره للترفيه، وهنفضل اللي بينا وبين بعض حاجه جميله جدا، مش حد يعرف يقلل من جمهور الزمالك اللي هو انا وانت برضو ببيت واحد، ولا من جمهور الاهلي اللي هو برضو اخويا وصاحبي، احنا بيوت واحده واسر واحده، وهنفضل ندعم بعض يا جماعه. ولا تحطوا في بالكم، وتصريح هو يعني ايه، هو المسؤول عنه، وتصريح هو اللي يتحمله، وقرار محترم جدا من مسبيرو ومن اداره القناه الاولى. والنهارده هنتفرج على فريق الاهلي، ان شاء الله اتمنى له التوفيق ويعمل حاجه كويسه جدا، ولو كسب هنطلع نقول مبروك بمنتهى السهوله. اللي بيني وبينك حاجه واحده فقط، ايه هي؟ هزار في حدود الادب، هزار في حدود خفه الدم، يعني ما ضايقكش، اصلا مش بقى دي كوره، ما ضايقكش. يعني انا مثلا اهزر معاك اقول لك ايه الدوري بتاعنا، تقول لي الدوري بتاعك، هناخد الدوري، طبيعي جدا اتمنى ان انا اكسب، اتمنى انت تخسر في الدوري، ليه؟ انا وانت مع بعض اخوات وحبايب، وكل واحد فينا عايز المركز بتاعه. لكن بره واجي اقول مش بيمثل مصر، غريبه. تحياتي لحضراتكم، بالتوفيق ان شاء الله النهارده للنادي الاهلي، ويقدر انه يكسب، ونفضل اخوات وحبايب، ونعيش وننكش في بعض ونهزر مع بعض في محيط الادب. لكن بره كل الدعم لاي فرقه اسمها كذا المصري، الزمالك المصري، الاهلي المصري، اي حاجه المصري، وهنا نهزر مع بعض براحتنا. وصلت؟ ده اللي المفروض كان هو يقوله النهارده. السلام عليكم، تحياتي، اسلام علوي.